الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال حديثنا في النصوص الداله على امامه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام والتي ذكر شطرا منها الكليني رضوان الله تعالى عليه في باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الائمه واحدا فواحدا. الحديث الثاني من احاديث هذا الباب عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام في قول الله عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذه الآية من سورة الأحزاب الآية السادسة. سئل الإمام الباقر عن هذه الآية في من نزلت؟ فقال: نزلت في الإمرة. إن هذه الآية جرت في ولد الحسين من بعده فنحن أولى بالأمر وبرسول الله من المؤمنين والمهاجرين والانصار قلت فولد جعفر لهم فيها نصيب قال لا قلت فلولد العباس فيها نصيب فقال لا فعددت عليه بطون بني عبد المطلب كل ذلك يقول لا قال ونسيت ولد الحسن عليه السلام فدخلت عليه بعد ذلك فقلت له هل لولد الحسن عليه السلام فيها نصيب؟ فقال لا والله يا عبد الرحيم ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا. ذكرنا فيما مضى ان هذه الايه اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله قد وردت في القران الكريم بهذا النص مرتين. مره في سوره الانفال في اخر ايه من سوره الانفال وتلك الايه ترتبط بالميراث الاقارب يرثون قريبهم الميت سواء كان قد هاجر ام لم يكن قد هاجر فليس الميراث بالهجره وإنما الميراث بالقرابة، وكلما كان الإنسان أقرب إلى الميت منع الأبعد، يعني ابن الميت يرث ولا يرث أخو الميت، وإذا لم يكن للميت ابن ورثه أخوه، ولا يرثه ابن عمه، فإن لم يكن للميت أخ ولم يكن له عم ولا خال ورثه ابن عمه، وهكذا كلما كان هناك أقرب منع الأبعد، ولذلك ذكروا أن طبقات الإرث ثلاث طبقات، كل طبقة تمنع الطبقة اللاحقة، والأقرب في كل طبقة يمنع الأقرب الأبعد. الأقرب يمنع الأبعد. مثلاً إذا إنسان مات طبقته الأولى أبواه وأبناؤه، فالأبوان يرثان والأبناء يرثون. أما الأحفاد فلا يرثون مع وجود الأبناء، لأن الأبناء أقرب من الأحفاد. اذا لم يكن للميت الورثه من الطبقه الاولى بمعنى ان ابويه كان قد مات سابقا وليس له اولاد فارثه ينتقل الى الطبقه الثانيه وهم الاخوه والاجداد الجد والجدة يرثان والاخوه والاخوات يرثون لكن مع وجود الاقرب لا يرث الابعد يعني ابناء الاخوه لا يرثون مع وجود الاخوه اذا واحد مات وليس له من الطبقه الاولى احد ولا من الطبقه الثانيه احد الطبقه الثالثه يصل دورهم وهم اعمام الميت واخواله فإذا كان للميت أعمام وأخوال ورثوه، فإن لم يكونوا ورثه أبناء عمه وأبناء خاله وأبناء عمته وأبناء خالته، بتفصيل مذكور في القرآن الكريم في سورة النساء وفي السنة المطهرة. هذه الآية الأخيرة من سورة الأنفال التي تبين ان الارحام اذا كانوا اقرب هم اولى من الارحام الاباعد وهناك ايه اخرى هي في سوره الاحزاب هذه الايه التي في سوره الاحزاب لا ترتبط بالارث وانما ترتبط بالخلافه والاماره الايه السادسه من سوره الاحزاب الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه الآية السادسة من سورة الأحزاب ترتبط بالرسول وأسرته، وتبين دور كل واحد منهم. أما النبي صلى الله عليه واله فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كل إنسان مسلط على نفسه، الناس مسلطون على أنفسهم، هذه قاعدة فقهية مستفادة من الآيات والروايات، فلا يمكن لأحد أن يجبر الإنسان على شيء لا يريده، إلا في الحالات الاستثنائية. واحد ما يقدر يجبرني على ان اتزوج بواحده او يجبر واحده ان تتزوج بواحد، لا حق له في ذلك. واحد لا يتمكن ان يجبرني بان ابيع اموالي او اشتري شيئا باموالي، انا مسلط على اموالي. لكن النبي صلى الله عليه واله اولى بالمؤمنين من انفسهم. يعني إذا الرسول صلى الله عليه وآله أمرك بشيء حتى في حياتك الخاصة يجب عليك أن تطيعه الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا الله سبحانه وتعالى أمرك بشيء خلاص لازم تنفذه اذا الرسول امرك بشيء لازم تنفذه وفي قضيه زينب جحش زينب بنت جحش هذه بنت عمه الرسول صلى الله عليه واله وكانت ترغب في ان يتزوجها رسول الله صلى الله عليه واله لكن الرسول امرها بان تتزوج من زيد بن الحارثه وكان عبدا تبناه رسول الله صلى الله عليه واله واعتقه قبل ان يشرع الغاء التبني وما جعل ادعياءكم ابناءكم هو عبد قد اعتق الدرجه الاجتماعيه تختلف مراه قرشيه شريفه بنت عمة الرسول صلى الله عليه واله هذه ليس من شأنها عند الجاهليين ان تتزوج عبدا قد اعتق ولعله كان اسود فرفضت فنزلت هذه الايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره لان النبي اولى منها فامرها بان تتزوج من زيد فتزوجت إلى آخر القضية التي ذكرت في بعض آيات القرآن الكريم. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يتضمن الأولوية في كل شيء، ومنها أن الرسول حاكم عليهم. القسم الثاني من قرابات الرسول، زوجات الرسول. ما دورهن؟ الجواب: لا دور لهن في مسألة الإمرأة ولا في غير الإمرأة، وإنما اختصوا بحكم بأنهن أمهات المؤمنين، لا المؤمنات، أمهات المؤمنين، يعني حكمها حكم الأم، كما لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه، كذلك لا يجوز له أن يتزوج زوجات الرسول صلى الله عليه وآله من بعده أبدا هذه كأمه ولذا ذكرنا فيما مضى أن العامة روت أن امرأة قالت لعائشة يا أمي قالت أنا لست أما لك وإنما أنا أم للمؤمنين لأن المسألة مسألة زواج فقط فما دور زوجات الرسول صلى الله عليه واله في مسألة الإمرة، ومسألة المسلمين، وقيادة المسلمين، وإمرتهم، وما إلى ذلك؟ الجواب لا دور لهن إطلاقا، بل الله سبحانه وتعالى أمرهن في آية أخرى من هذه السورة، من سورة الأحزاب، حيث قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. زوجات الرسول إنما لشرف زوجية الرسول صلى الله عليه واله تضاعفت مسؤولياتهن في مسألة الأحكام الشرعية. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة, بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الأحكام الشرعية بالنسبة إلى زواجات الرسول أهميتها أكثر بإطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله أما بالنسبة إلى قيادة المسلمين إن إمرة المسلمين القضايا العامة لا دور لهن إطلاقا فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم زين الامور العامه من بعد الرسول لمن؟ من هو اولى بالمؤمنين من انفسهم من بعد رسول الله صلى الله عليه واله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اولو الارحام يعني علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. اكو مؤمنين من الانصار ويوجد مؤمنون من المهاجرين هؤلاء لا شان لهم في مساله الولايه والامره الامره لاولي الارحام يعني الرسول صلى الله عليه واله توفي ومن اقاربه له عم هو العباس وابناء عمومه العباس في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يبين أنه ليس له من الأمر شيء، وإنما جاء وسكن المدينة من بعد فتح مكة، ولا هجرة بعد الفتح، يعني عمل العباس لم يكن هجرة، لأن الرسول فتح مكة فأسلم العباس ثم جاء إلى المدينة واستوطنها هذا أولا، وثانيا ابن العم اذا كان من الابوين اولى من العم اذا كان من الاب والعباس كان شقيق عبد الله من الاب اما ابو طالب كان شقيق عبد الله من الابوين فعبد الله ابن عبد المطلب وابو طالب ابن عبد المطلب امهما فاطمه المخزوميه واحده. اما سائر اعمام الرسول صلى الله عليه واله كانوا من امهات شتى. حمزه من ام اخرى، العباس من ام اخرى، وهكذا. فاذا علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام ابن عم الرسول من الابوين. اما العباس فهو عم الرسول من الاب وابن العم الابوين هو الولي دون العم الابي فاولا ايه والذين امنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتكم من شيء هذه تنفي ولايه العباس وايضا الحكم الشرعي في الميراث أن ابن العم الأبوين من الأبوين هو أقرب من, ابن من العم الأبي الذي هو من الأب فقط فإذا هذه الآية تنطبق على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام شأن نزولها فيه وكذلك في الحسن والحسين حين نزول هذه الآية كانا موجودين فالرسول صلى الله عليه واله اولى الناس به علي بن ابي طالب ومن بعده الحسن ومن بعده الحسين. وبعد ذلك جرت هذه الايه في اولاد الحسين عليه الصلاه والسلام. شان نزولها كان في علي بن ابي طالب والحسنين عليهم الصلاه والسلام. لكن شان النزول لا يحصر الايه وانما هذه الايه جرت في أولاد الإمام الحسين يعني الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لم يكن في هذه الدنيا حين نزول هذه الآية لأن ميلاد الإمام زين العابدين كان في السنة الثامنة والثلاثين من الهجرة يعني 28 سنة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد انقطاع الوحي و اكمال القران الكريم، لكن هذه الايه جرت فيهم يعني الامام الحسين بعد الامام الحسن وبعد امير المؤمنين فهو اولى الناس برسول الله صلى الله عليه واله. من بعده من هو اولى الناس برسول الله واولى الناس بالحسين؟ ابنه الاكبر ومن بعده ابنه الاكبر الامام الباقر وهكذا الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فإذا ليس لمهاجري ولا أنصاري نصيب في الأمر بهذه الآية الشريفة جعفر ابن أبي طالب عليه السلام شقيق أمير المؤمنين عليه السلام من أبيه وأمه وله منزلة عظيمة في الاسلام فهو من اوائل المسلمين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه واله وكانت له المناقب والفضائل في زمان الجاهلية ايضا كان كريما في قومه وكان رسول الله يصلي في المسجد الحرام وبجنبه امير المؤمنين علي بن ابي طالب يصلي معه بعد فتره ابو طالب امر جعفرا عليه السلام بأن يصل جناح اخيه احدهما عن يمين الرسول والاخر عن شمال الرسول. وهاجر جعفر بأمر رسول الله صلى الله عليه واله الى الحبشه بجمع من المسلمين. ثم هاجر من الحبشه الى المدينه في السنه التي فتح فيها خيبر ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه واله مجيء جعفر قال ما معناه لا ادري اسر ب... بايهما اكثر بفتح خيبر ام بمجيء جعفر، وفي السنه اللاحقه ذهب مجاهدا في سريه الى جهاد الروم واستشهد في هذه المعركه قطعت يداه والرسول صلى الله عليه وآله قال إن الله سبحانه وتعالى عوضه عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة هل لأولاده نصيب؟ الجواب كلا في أولاده عظماء كعبد الله ابن جعفر زوج السيدة زينب سلام الله عليها ولكن هؤلاء ليس لهم نصيب في الإمرأة لماذا؟ لأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الأقرب يمنع الأبعد. وُلد العباس هل لهم فيها نصيب؟ الجواب كلا. وُلد الحسن هل لهم فيهم نصيب؟ فيها نصيب؟ الجواب كلا، وهذا ما بيناه فيما مضى، لأنه كما هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين والحسن كذلك نزلت في الحسين. فالحسن أقرب إلى رسول الله كما أن الحسين أقرب إلى رسول الله، وإنما الحسن صار الإمام ثم الحسين لأن الحسن عليه السلام كان الأكبر. فحينما وصلت الإمامة إلى الحسين عليه الصلاة والسلام، هل ولد الحسين أقرب إلى الحسين أم ولد الحسن أقرب إلى الحسين؟ الجواب ولد الحسين أقرب إلى الحسين، فلذا الإمامة جرت في أولاد الحسين وقد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى عوّض الحسين عن قتله بأن جعل الإمامة في ذريته لأنه بعض الروايات دلت على أن رسول الله صلى الله عليه واله أخبر فاطمة عليه السلام بأنها ستلد ولداً تقتله أمّته ففاطمه عليه الصلاه والسلام كرهت ذلك ان يكون لها مولود يُقتل، طبعا كل ام اذا اخبرت بان ابنها سيُقتل تكره ذلك، لم يكن كراهتها للمولود كلا، وانما كراهتها للقتل الذي سيحدث لهذا المولود فكرهت ذلك فالله سبحانه وتعالى إرضاءً لها جعل الإمامة في ذرية هذا الولد الذي سيُقتل فرضيت عليه الصلاة والسلام يُقتل لكن الإمامة في ذريته رضيت بذلك فالسبب الأساسي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعوض الحسين عن قتله بذلك وأن يرضي فاطمة سلام الله عليها، ولكن كما ذكرنا فيما مضى الإمامة اجتمعت في ذرية الحسن والحسين لأن الإمام زين العابدين تزوج فاطمة بنت الحسن بنت عمه، والإمام الباقر هو ابن الإمام زين العابدين وابن فاطمة بنت الحسن، فسائر الأئمة من الإمام الباقر هم من طرف الأب حسينيون ومن طرف الأم حسنيون لكن أولاد الإمام الحسن مثلا الحسن المثنى ليس له من الإمامة في الإمامة نصيب عبد الله بن الحسن ليس له في الإمامة نصيب محمد النفس الزكية محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن هذا ثار في زمن بني العباس واواخر بني اميه وقتل ولكن ليس له في الامامه نصيب، والامامه اختيار الهي وليس امر بشري وليس الامر بان يحمل هذا الامام السيف او لا يحمل السيف، كلا الله يختاره الحسن والحسين حسين امامان ان قام وان قعد الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام لم يحمل السيف في طيله حياته في يوم عاشوراء كان مريضا ولم يقاتل لكنه امام لان الله سبحانه وتعالى اختاره للامامه كما ان الانبياء كذلك هل جميع الانبياء قاتلوا الجواب كلا بعض الانبياء قاتلوا وبعض الأنبياء لم يقاتلوا، كل واحد يعمل بوظيفته في ظرفه، وليس الجهاد وظيفة في كل وقت، وإنما للجهاد شروط، إذا تحققت تلك الشروط يجب الجهاد، وإذا لم تتحقق لا يجب الجهاد، فلذلك هذا الراوي يقول: فعددت عليه بطون بني عبد المطلب كل ذلك يقول لا. قال: ونسيت ولد الحسن عليه السلام، فدخلت بعد ذلك عليه فقلت له: هل لولد الحسن عليه السلام فيها نصيب؟ فقال: لا والله يا عبد الرحيم الراوي لهذا الحديث، ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الامامه في ذرية واحده؟ البعض يتساءل. الجواب: أولاً، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. الله سبحانه وتعالى يتصرف بحكمة. وتصرفه بحكمة، وليس مسؤولاً أمامنا، بل نحن المسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا أولاً. وثانيا ان الله سبحانه وتعالى صنع مثل ذلك بالنسبة إلى الأنبياء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى اختار للنبوة إبراهيم، واختار للنبوة ابني إبراهيم إسحاق، واسماعيل ثم اختار للنبوه يعقوب ابن اسحاق ومن بعده يوسف عليه السلام وهكذا استمرت النبوه في ذرية ابراهيم عليه الصلاه والسلام وفي بعض الاحاديث ان في بني اسرائيل وهم ذرية ابراهيم كما أن العرب ذرية إبراهيم في بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى جعل ثمانية آلاف نبي ثمانية آلاف أنبياء ثمانية آلاف نبي كان في بني إسرائيل وبعد ذلك جعل رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله من ذرية إسماعيل جعله نبيا اختاره نبيا فالله سبحانه وتعالى كما اختار في الانبياء سلسله وورث سليمان داوود مثلا كذلك بالنسبه الى الائمه عليهم الصلاه والسلام من هذه الامه ولعل الحكمه في ذلك اضافه الى طيب العنصر هو ان الناس اسهل في التعرف على الائمه اذا كانوا من ذريه واحده بعكس ما اذا كانوا متفرقين بين الناس فالحجه تكون اتم عليهم ولذلك الان احنا نشوف الناس اذا وثقوا بانسان من العلماء مثلا وشافوا ابناء ايضا مؤمنين متدينين يثقون بهم اسرع مما يثقوا بانسان ايضا مؤمن متدين لكن ليس له قرابه بمن يعرفونه بالعلم والتقوى. ذاك يحتاج زمان الى ان يتعرفوا عليه. فالله سبحانه وتعالى لعله اراد ان يسهل الامر على الناس سواء في بني اسرائيل اختار في ذريه ابراهيم او في المسلمين اختار من ذريه رسول الله محمد صلى الله عليه واله. فإذا هذه الآية التي في سورة الأحزاب خاصة بالإمرة نزلت في أمير المؤمنين علي والحسن والحسين وجرت في الأئمة من ولد الحسين عليه وعليهم الصلاة والسلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من ال المؤمنين والمهاجرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بهم، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.